السلام عليكم ورحمه الله وبركاته طلاب الصف الاول الثانوي، اهلا بكم في حاله موديل اكزام 6. في البدايه ما تنساش حط لنا لايك، ولو انت مش مشترك شارك معانا، ويلا بينا نبدا في كويس في اكزام 6. يلا بينا. اهلا بكم مره ثانيه. question 1 بولي. بولي a body is moving according to the relation. يا شباب على حسب الريليشن دي، قلنا لما نلاقي عندنا الريليشن لازم احولها للايكويشن اوف موشن. يبقى لو بصينا كده ال vf equal to d، يبقى دي بتفكرني بال first equation اللي هي ال v final equal ال v initial plus ال at. بس ناخد بالنا ان ال initial velocity مش موجودة هنا، يعني ال vi equal 0. قال لي vf is measured in meter per second، قال لي t is measured in second، so the displacement after 5 second. يبقى في الحالة ده يا شباب انا كده ده كده ال acceleration، يبقى الـ A هيبقى equal 2 meter per second. وهو عايز مين؟ عايز الـ displacement اللي هي الـ D after كام شباب؟ after A time equal كام؟ 5 A second. يبقى أنا أستخدم الـ equation التانية اللي هي الـ D equal VI T plus الـ half A T power 2. يلا ده كده كله بزيرو، أدي الـ half times الـ A هنا مديها لي بـ 5 اللي احنا اللي احنا جبناه هنا ب 2، ده كده 2، والتايمز هنا ب 5 باور 2. طبعا الهاف مع 2 هيتبقى لي 5 باور 2، يعني 5 تايمز 5 يعني ب 25 متر. يبقى الكوريكت انسر بتاعنا 25. الكويشن اللي بعده يا شباب بيقول لي بقى، بيقول لي when the density of the liquid is measured by hydrometer. يبقى احنا هنقيسها بالهيدرومتر، وقال لي found to be kilogram per meter power 3. قال لي so the type of measurement، طبعا احنا بنقيسها بالهيدرومتر، يبقى ده direct measurement. طب هو عايز مين؟ عايز ال percentage of relative error، يبقى ال R اللي هو equal delta x over ال actual value. طيب ال delta x اللي هنا هتبقى 1 over 10 power كام 3. طبعا ده كده ال absolute، بس هي عايزها percentage، فعملها times a 100 بالكالكليتر تطلع 0.1%. يبقى هي دي ودي، يبقى ال correct answer بتاعنا A. Question 3. Bully, which of the following bodies equilibrium? Equilibrium يعني معنى كده ان resultant force equal كام شباب؟ 0. لو بصينا ده كده يا شباب، ده 4 وده 5 يبقى مش equilibrium، ده 5 وده 5 يبقى هو ده ال equilibrium. طبعا الاثنين دول في نفس الدايركشن، وده كده هيعملوا ايه؟ rotation. نيجي لـ question 4. Bully, if the body is projected from the ground at angle theta. يبقى عنده object بيطلع فين؟ في الجراوند كده. قال لي which graph of the following represent the relation between the vertical components of the body's velocity and the time till it reaches the ground again. طبعا يا شباب هو الاوبجكت طالع كده 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 كده، وبعد كده بينزل تاني. طبعا هو طالع، هو بتحرك against gravity، فالفلوستي بتاعته decrease gradually until it becomes zero، وبعد كده يرجع ينزل تاني. طبعا الزيرو اللي هي ال vf y هي دي اللي بزيرو. فلو جينا نعملها كده شباب between the time وال v، هنلاقي ان هو بدأ بفلوستي كبيرة لحد ما وصل للماكسيموم هايت، وبدأ يرجع في نفس الـ opposite direction وبنفس الـ speed، بنفس الـ changes برضه. يبقى الـ correct answer بتاعنا اللي هو A. نيجي لـ question 4. Question 4 بيقول the motion of the moon in its path around the earth when it's observed during the whole night is considered. طبعا الـ rotation بتاع الـ moon around A around the earth تعتبر ايه؟ هل هي periodic straight؟ هي periodic بس مش straight. تمام. هل هي vibrational curved؟ هي curved بس مش vibrational. vibrational هو عمال يروح ويجي كده. هل هي transitional straight؟ لا، يبقى هي transitional curved. transitional يا شباب عشان لها starting point ولها ايه؟ ending point اللي هو بداية الشهر ونهاية الشهر، وبيمشي فين؟ في curved. يبقى الكوركت انسر بتاعنا اللي هو مين؟ D. نيجي لـ question 6. question 6 بيقول لي يا شباب، بيقول لي the most accurate tool for measuring the time taken by an object to fall from the top. اي مين ال tool اللي هي more accurate اللي احنا نستخدمها عشان نثبت time taken؟ طبعا ده الـ hour clock. فالـ hour clock ده مش more accurate، ده الـ pendulum clock مش more accurate. ده لو احنا بصينا ده كده اللي هو يعتبر stop watch، ان احنا بنتك على الزرار ده ونبدأ نشغل، فيبدأ ايه؟ يعد ونوقف.
طب ده ايه؟ ده يعتبر يا شباب اللي هو زي المنبه اللي احنا بنظبطه، لان ده مش تايمر، ان احنا بنظبط الوقت ونسيبه يعد. انما الستوب ووتش بتاعتنا اللي هو مين؟ سي. نيجي لي question 7. question 7 بيقول لي a car moves from rest. يبقى انا عندي object مشي من rest، قال لي with uniform acceleration اللي هي الاي، وطبعا rest يبقى عند ال VI equal 0. قال لي the ratio between the distance moved by the car during the first second only and the distance moved by the during the third second only. تمام يا شباب، لو احنا عملنا سكيل كده، هنبدأ من الثانية 0، هنوصل للثانية 1، هنوصل للثانية 2، هنوصل للثانية 3 وهكذا، ثانية 4 and so on. طيب قال لي من 0، هو بدأ من ال VI equal 0، مشي من الثانية 0 الحتة دي كده اللي هنسميها D1. قال لي الحتة دي يا شباب هنسميها ال first second اللي هو second 1، وده كده الثانية الثانية، وده كده الثانية الثالثة. ده الديستانس في الثانية الأولى، وده الديستانس في الثانية الثالثة. عايز الديستانس دي وعايز الديستانس دي، الريشيو بينهم. فلو انا جبت الديستانس في الثانية الأولى هتبقى الموضوع بسيط، هجيبها من الفيرست ايكويشن اللي هي دي 1 ايكوال ال في تي بلس ال هاف اي تي باور 2. تعالوا نعوض، هو بدأ من الزيرو يبقى كل ده بزيرو، هنا هيبقى ال هاف الاكسلريشن هو مديها لي 6 اهي، تايمز التايم هنا ب 1 باور 2، طبعا 1 باور 2 ب 1، وهنا تطلع كام؟ 3 متر. يبقى الديستانس اللي مشاها الاوبجكت ده في الثانيه الاولى هي 3 متر. طب لو انا حبيت اجيب الديستانس اللي مشاها الاوبجكت في الثانيه الثالثه بس، ده مش هينفع اجيبها. انا في الحاله دي هجيب الديستانس اللي مشيها من الثانيه 0 لحد الثانيه الثانيه، وارجع اجيب الديستانس اللي مشيها من الثانيه 0 لحد نهايه الثانيه الثالثه، اطرحهم الاثنين من بعض يطلع لي الديستانس اللي مشيها في الحته دي بس. فلو انا جيت اجيب الديستانس في الثانيه الثانيه هيبقى ال في تي بلس ال هاف اي تي باور 2. تعالوا نعوض كده يا شباب، ده كده بصفر خلاص، هيبقى كده ال هاف تايمز 6 تايمز الثانيه الثانيه، يعني مش ثانيتين، باور 2، هيبقى فيها ال 1 فيها الكام يا شباب؟ هيبقى فيها 3، وهنا ده 4 تايم 3 تبقى ب 12 متر. وارجع اجيب الديستانس اللي مشيها في الثانيه الثالثه اللي هي دي 3، يبقى في الحاله دي هتبقى ال في اي تي بلس ال هاف اي تي باور 2، هيبقى ايكوال ادي ال هاف ده كده بزيرو برضو، تايمز هنا كده 6 تايمز ال 3 باور 2، ده كده فال 1 هنا فيها 3، وهنا هتبقى 3 باور 2 يعني 9 تايم 3 يعني ب 27 متر. يبقى لو انا جيت اجيب الديستانس اللي مشيها من الثانيه الثانيه للثانيه الثالثه اللي هي الثانيه الثالثه بس، يبقى 12 ماينس كام يا شباب؟ 27، ده كده 27 ماينس كام؟ ماينس 12، هتبقى ايكوال نجيبها بالكالكليتر هتبقى 5، وهنا 1 تبقى 15 يا شباب، 15 متر. يبقى لو انا عايز الديستانس في الثانيه الاولى على الديستانس في الثانيه الثانيه، يبقى في الحاله دي يا شباب هتبقى 3 اوفر 15، يعني فيها ال 1 فيها ال 5 يعني 1 اوفر A 5، يبقى الكوريكت انسر بتاعنا اللي هو مين؟ B. نيجي لكويستشن 8. كويستشن 8 بيقول لي ذا اوبزيت فيلوسيتي جراف ديسكرايب ذا موشن اوف ذا كار. سو ذا اكسلريشن تايم جراف، عايز نحولها لاكسلريشن تايم جراف. طبعا هو بدا من الزيرو وبدا يعمل ايه؟ اكسلريت، فماشي في البوزيتيف كده يا شباب، يبقى ده هتبقى بوزيتيف يونيفورم اكسلريشن. الحته دي طبعا كونستانت فيلوسيتي يبقى اكسلريشن ايكوال زيرو، بدا ينزل تاني هتبقى نيجاتيف يونيفورم اكسلريشن، يبقى هو بوزيتيف زيرو نيجاتيف، يبقى الكوريكت انسر بتاعنا اللي هو مين؟ سي. نيجي للكويستشن اللي بعديه، كويستشن 9. كويستشن 9 بيقول لي ا بول از بروجيكتد هوريزونتلي وذ فيلوسيتي في. يبقى انا معايا كوره حذفناها كده، فطبعا هتمشي كده وبعد كده تقوم نازله ايه؟ نازله كده. حذفناها بالفي اي بتاعتها اللي هي ايكوال مين يا شباب؟ ايكوال الفي. الف from the roof of the building and at the same time another pole falls freely، يعني في نفس الوقت في كوره نزلت ايه؟ لتحت كده فريلي، يبقى طبعا الفي اي بتاعتها ايكوال ايه؟ زيرو. قال لي neglecting the air resistance which of the following statement is right. قال لي the first pole reaches the ground first، يبقى انا محتاج احسب التايم بتاع الاولاني ومحتاج احسب التايم بتاع مين؟ التاني. تعالوا نحسب التايم بتاع الاولاني يا شباب، هستخدم الايكويشن الاولانيه اللي هي ال h equal ال v i t plus ال half g t power 2.
طبعا ده كده بزيرو، هنعمل كروس مالتيبليكيشن ونطلع التايم، يبقى التايم في الحالة دي هيبقى ايكوال كام شباب؟ هيبقى ايكوال 2 اتش اوفر اي جي. تمام، تعالوا نجيب التايم هنا في الحتة دي. طيب انا بجيب التايم بنفس المعادله يا شباب اللي هي الفيرست ايكويشن اللي هو الفي، الاتش ايكوال طبعا الهايت هيبقى الفي اي واي تي بلس الهاف جي تي باور 2. طبعا الفي اي واي هو مشي هوريزونتال كده يعني ما طلعش لفوق، يبقى ده كده بزيرو. نعمل كروس مالتيبليكيشن، يبقى الاتش هيبقى ايكوال 2 اتش اوفر جي. ايه ده؟ ده نفس الرول بالظبط، يبقى معنى كده ان التايم بتاع الاولى هو نفس التايم بتاع مين؟ الثانيه. يبقى الاثنين ذا فيرست بول ريتشز ذا جراوند فيرست، لا مش هتنفع. ذا سكند بول ريتشز ذا جراوند فيرست، لا الاثنين هيوصلوا في نفس التوقيت. هل ذا تو بولز ريتشز ذا جراوند ات ذا سيم تايم؟ لحد هنا كده ايه تمام. طيب قال لي where the velocity of the first pole is greater than the velocity of the second pole. ما نعرفش، يبقى انا محتاج اجيب الفيلوسيتي بتاع مين؟ كل واحده. تعالوا نجيب الفيلوسيتي اللي هي الفاينل فيلوسيتي بتاع الكره اللي نزلت فري فول كده. الفيلوسيتي بتاعتها هنجيبها من انهي ايكويشن شباب؟ هنقول ان الفاينل فيلوسيتي ايكوال الانيشال فيلوسيتي بلس الجي تي. طبعا هو بدا من الزيرو، هيبقى الفي اف هيبقى ايكوال ايه يا شباب؟ هيبقى ايكوال الجي تي. طيب تعال نشوف الفاينل فيلوسيتي هنا هنجيبها منين. هنقول هنجيبها طبعا من انا معايا اتش ومعايا الفاينل فيلوسيتي، هجيبها من الثيرد. طبعا هجيبها منين يا شباب؟ هقول له ان الفاينل فيلوسيتي ماشي في اتجاه الواي هيبقى ايكوال الفي اي واي بلس الجي تي، واتفقنا ان الفي اي واي بزيرو يعني ايكوال الجي تي. بس ناخد بالنا ان ده في اتجاه مين يا شباب؟ الفاينل فيلوسيتي في اتجاه مين؟ الواي. طيب وهو ماشي كده، طب ما انا عندي ده كده الفي اي اكس اللي هي ايكوال في اللي هي ايكوال الفي اي اصلا اللي هي اصلا احنا قلنا نفسيها الفي فاينل ايه يا شباب؟ الفي فاينل في اتجاه اكس. فلو انا عايز الفاينل فيلوسيتي يبقى اجيبها بايثاغورس، هتبقى روت الفي اف اكس باور 2 بلس الفي اف واي باور 2. تمام كده يا شباب؟ طيب بصوا بقى لو لاحظنا كده، تعالوا نشوف ال VFX فين ال VFX؟ ادي ال VFX اللي هي بايه؟ ب V اهو، يبقى كده V تمام. وطبعا في ايه؟ باور 2 بلس ال VFY اللي هي بال GT، طبعا GT باور 2. تمام كده يا شباب؟ طبعا V ده باور 2، كل ده تحت الروت. لو جينا نقارن ده جي تي وده في باور 2 بلس جي تي باور 2 تحت الروت، يبقى معنى كده ان ده اكبر من ده، يعني معنى كده ان الفاينل فيلوسيتي بتاع الكوره اكبر من الفاينل فيلوسيتي بتاع الكوره الثانيه، يبقى الكوريكت انسر بتاعنا اللي هو مين؟ سي. ده كويستشن كام يا جماعه؟ كويستشن 9. نيجي لي كويستشن 10. question 10 بيقول ايه؟ تعالوا نشوف الكلام ده الاول. question 10 بيقول لي يا شباب بيقول لي the opposite figure shows a collisions، هيحصل collisions بين الكرتين L2 bodies x and y which have the have mass of m and 4m، ده 4m وده m. قال لي respectively if the box x acts on the y، لو ال x عمل على ال y during the collision f، يبقى then the body y acts on the x، هيبقى كام؟ طبعا يا شباب احنا عارفين من نيوتنز third law ان for every action there is a reaction equal in magnitude and opposite direction، يعني ال F1 هيبقى equal negative F2. فلو ال F1 هنا ب F يبقى ال F2 ب negative F، يبقى ده question كام؟ question 10. نيجي لي question 11 بولي assuming that the displacement d a body related with the time t as given by the relation اللي هي دي. Will you find the dimensional formula of C؟ وقال لي ان الدي يا شباب اللي هي مين؟ الدي ده distance و T اللي هي time، فهو عايز C، فتعالوا نقول ان C هيبقى equal D over T بار 2. تعالوا نحولها اليونت، الديسبيسمنت اللي هي متر والT يعني second، فيطلع فوق second بار negative 2. الM ده اليونت بتاع distance يبقى L capital، والS ده يبقى T capital بار negative 2، يبقى ده كده question كام؟ 11. Question 12 بولي a football player kick a ball from the ground with a velocity، ده كده ال velocity اللي هي ال VI، قال لي and the angle ده اللي هي مين؟ ثيتا. قال لي to the horizontal calculate the time taken by the ball to reach the ground، يبقى هو عايز مين يا شباب؟ عايز التايم عشان توصل للجراوند، يعني هو شاط الكورة دي كده بالظبط.
طيب انا عايز مين؟ عايز التوتال تايم. يبقى التوتال تايم اللي هو ايكوال 2t، اللي هو ايكوال يا شباب نيجاتيف 2vi اوفر ال جي. طيب انا عندي الفي اي واي، لا مش موجوده الفي اي واي، من عنده رول بيقول ان الفي اي واي ايكوال الانيشال فيلوسيتي ساين ثيتا. يبقى في الحاله دي هقول له نيجاتيف 2v انيشال ساين ثيتا اوفر جي. تعالوا نعوض بقى بالكلام ده، ادي النيجاتيف ادي 2، الفي اي هو مديها لي 18 ساين، الانجل مديها لي ب 35 over g، هنا طبعا طالع لفوق يبقى بنيجاتيف ايه يا شباب؟ نيجاتيف 10. هجيب الكلام ده بقى بالكالكليتور واشوفه يطلع معايا كام. يبقى هنا هتاخد 2.06 سكند. ده question كام؟ question 12. نيجي للquestion اللي بعده، question 13. بولي اكار كفرز ا ديستانس اللي هي دي، قال لي ان ذا ويست دايركشن. طبعا لو عملنا الدايركشن كده ده كده الـ east west الـ north and the south، عشان ما نتلخبطش. قال لي in the west، يبقى هي مشت في الدايركشن ده كده west، مشي كام شباب؟ 20 كيلومتر، مشي during 0.5 hour يعني 0.5 hour. قال لي then it changed its directions to cover 20 كيلومتر in the east، يعني فرجعت في نفس الدايركشن تاني 20 كيلو meter في 0.85. بيقول لي calculate the average speed of the car during its orbit. طبعا هو عايز هنا ال average speed مش ال average velocity، لان لو عايز ال average velocity يبقى equal كام شباب؟ equal 0. تمام، انما ال average speed هتبقى equal ال total، هنقول ال total distance over total يا شباب total time. تمام، ده كده الرول بتاعنا. التوتال ديستانس اللي هو 20 كيلومتر بلس 20 كيلومتر اوفر توتال تايم اللي هو 0.5 بلس 0.5، يبقى في الحاله دي 20 و 20 يبقى 40، 0.5 بلس 0.5 يبقى 1، يبقى الافريج فيلوسيتي 40 كيلومتر بير اور. ده كويستشن 13. نيجي للكويستشن اللي بعديه، كويستشن 14. بولي ذا ديسبيسمنت كفرز باي ذا بودي تو ميجر to be decade displacement. قال لي and the time taken by the body to cover the displacement is measured decade time. بيقول لي calculate the average velocity. طبعا ال average velocity اللي هي distance over a time. ال distance هنا كام شباب؟ 6 over 10، يبقى تطلع 0.6 meter per second. طيب انا كده جبت مين؟ جبت ال actual value. محتاج مين؟ محتاج ال delta x. طب ما ال delta x equal ال r x dot. ال x dot اللي احنا جبناها دي، طب ال r في الحالة دي ال relative هيبقى equal ال relative بتاع ال displacement plus ال relative بتاع مين؟ ال time. يعني delta x اللي هو ال actual value over ال absolute error over ال actual value لل distance plus ال actual value بتاع ال time over ال absolute error. ده كده بتاع ال time وده كده بتاع مين؟ ال displacement. يبقى نجيبها بقى، هتبقى 0.05 over 6 plus 0.1 over ال 10. ونجيب ده كده بالكالكليتور نشوفه هيطلع كام. ده كده يا شباب هيطلع 11 over 6 600. يبقى احنا كده جبنا مين؟ ال relative. بعد كده هقول له ان ال absolute هيبقى equal ال relative times ال actual value. ال absolute اللي هو 11 over 600 times اللي هو 0.6، اعملهم واشوفوا هيطلع كام. طلع شباب 0.011، وطبعا هياخد نفس اليونت اللي هو متر بير سكند، وهم جاي كده قايل له ان الفيلوسيتي ايكوال، قام فاتح براكت 0.6 بلس اور نيجاتيف 0.011، قام قافل براكت وقال له متر بير سكند. وادي كده كويستشن كام؟ كويستشن 14. نيجي لكويستشن 15. قال لي a rocket falls freely from the top of the building of the height. يبقى انا كده مديني ال h وfreely يعني ال initial velocity بتاعته 0. قال لي if the free fall acceleration ده اللي هي g، بيقول لي calculate the rocket velocity before it reaches the ground، يعني عايز ال final a velocity. طبعا سهله جدا، هستخدم ال third equation اللي هي ال final velocity power 2 equal initial velocity power 2 plus ال 2 acceleration. طبعا acceleration gravity فين؟ في ال height. ابدا اعوض ده بقى بزيرو
we added 2 times 9.8 times the height اللي هو مدولي كام 122.5. اجيبها بالكالكليتر واخد الروت عشان اطلع الفاينل فيلوسيتي واشوف هتطلع كام. تطلع شباب 49 متر بير سكند. ده كده question 15. نيجي لquestion 16. قال using the opposite اللي هو ده figure which of the following factors are equal. مين في دول equal؟ طبعا A equal E. مش طب the two factors A and E فين A and E؟ طبعا A and E دول equal. تمام خلاص the factor A and C فين A وفين C؟ the A و C ده هما في opposite direction. طب خلاص هو جايب هو اللي choose يبقى two vectors equal اللي هو A and E الاثنين دول. يبقى خلاص كده question كام؟ question 16. نيجي لي question 17. question 17 بيقول لي a stone is projected vertically upward with a velocity ده اللي هي ال VI اللي from the ground when will the stone reaches the height 11 meter. طيب انا عندي يا شباب عندي object هعمله لفوق كده هيوصل لارتفاع اللي هو الهايت بتاعه هيبقى 11 متر. هو طبعا بادئ بانيشال فيلوسيتي اللي هي كام شباب؟ قال لي ب 18 متر بير سكند واداني الجرافيتي اللي هي بكام؟ ب 10 متر بير سكند. عايز التايم هو طالع والتايم وهو نازل. طبعا التايم وهو طالع هيطلع كده هيوصل الحته دي، بعد كده التايم وهو نازل هيوصل تاني لاكثر ارتفاع من بدايه الرحله ويبدا يرجع تاني. طيب انا عندي initial velocity وعندي height ومحتاج time يبقى استخدم second equation اللي هي d equal ال vit plus ال half gt power 2. ابدا اعوض ال d هنا ب 11، هنا ال vi اللي هي بكام؟ قال لي 18 times the time اللي انا محتاجه minus ادي 11 لانه طالع لفوق فالجي هتبقى بال 10 negative 10 في ال t power 2. طبعا فيها ال 1 فيها ال 5 ده في هنا عندي t وفي هنا عندي t power 2 اودي ده اليمة التانية يبقى هنا 5t power 2 ايه يا شباب هيبقى ده بالبوستيف يروح اليمة التانية بالنيجاتيف يبقى 18t plus 11 ده equal 0 ده كده equation موجودة عندنا في الماث بنحلها باستخدام الكالكوليتر عن طريق مين يا شباب؟ عن طريق المود. طبعا عن طريق المود في حاجة اسمها في بعض الالات لو ضغطنا على المود هنلاقي فيه يا اما نمبر 3 يا اما نمبر 4 بنلاقي حاجة اسمها يا شباب الـ EQN. في بعض الالات بيبقى نمبر 3 وفي بعض الالات بيبقى نمبر 5. لو ضغطنا عليه هنلاقي في عندنا اللي هي الايكويجن من الدرجة التانية اللي هي هتبقى نمبر 3. لو ضغطنا على نمبر 3 هيظهر لي ارقام كده اللي هو A و B و C و equal 0. طبعا الـ A انا بدخل الرقم ده اللي هو 5 هنا اقوم مدخل 5 والـ B ده هدخل الرقم ده اللي هو negative 18 وهنا كده هقوم مدخل مين يا شباب اللي هو هيبقى الـ 11 واقوم عامل بالكالكوليتور equal هيطلع لي نتيجتين للتايم. هيطلع لي T1 هيطلع لي T1 يا شباب هيقول لي ان T1 0.78 second ويطلع لي T2 كمان هيبقى اللي هو 2.82 second. طبعا التايم الصغير ده اللي هو التايم وهو طالع لفوق فهياخد تايم اقل يبقى ده التايم ديورينج اسندنج وهو طالع بقى هيعدي بقى وهيرجع تاني يعني هياخد تايم اكتر فيبقى ده التايم 2 اللي هو ديورينج ديسندنج. وده كويستشن 17 واخر سؤال معانا في موديل اكزام 6. كده خلصنا موديل اكزام 6. اشوفكم ان شاء الله في موديل اكزام 7 والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.